عودي معكم لمتابعه عالم الصباح. طبعا بحيك اللي انضموا لنا هلا. بذكركم اليوم نحن 7 اكتوبر تشرين الاول ل 2018. بتعرفوا يعني اوقات الواحد بحس بفصل الخريف انه عم بيودع الصيفيه هيك بشويه احباط وكتاب، خاصه اللي بحبوا الصيفيه، وفي عالم بينبسطوا لانه بيكونوا عم بيستقبلوا الشتويه. بقى انا بقول لكم لكلكم يعني اللي عم بحسوا هيك بشويه احباط، بالعكس انبسطوا لانه واصلين على شهر ديسمبر يلي هو شهر الاعياد والمناسبات. وهلا حتى باكتوبر عم نشوف كتير من محل تجاريه بلبنان تخيلوا بلشوا يحضروا للاعياد، مثلا عيد البربره قرب هلا بنوفمبر، عم نشوف محلات بلشت تزين وتعيش الحالة. بعد شوي رح نشوف الطرقات مزينة لكريسمس وغيرها وغيرها لاستقبال سنة الجديدة، على أمل أنه نكسر الجرار على كل شيء صار بال2018 وننطر ال2019 شو حاملت لنا من أمور حلوة. بكرها الحكي ما هيك، بس حلو الواحد يحكي على العيد مش غلط. ما تنسوا تتواصلوا معي عبر السوشيال ميديا، فيسبوك عالم الصباح، وطبعا عبر الانستغرام الخاص فيه جوزيف أندرسكور حويك، طبعا لنقدر نتواصل أنا وياكم بشكل مباشر. بكل إيجابية نحن وياكم رح نروح ونحكي عن المحرمات اللي لازم أوقات يعني نعتبرها من المحرمات بالتعاطي مع الحيوانات الأليفة. اليوم موضوعنا بأنيمال تيلز مع بشارة هو مصانع الكلاب. الكلمة غريبة شوي ولكن مش غلط نحكي وننبه عن هالموضوع. بشارة جوزيف، صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ تمام. يعني مصانع الكلاب، بحب تكون عم يحكي عن مصانع، بحكي عن مصانع اشياء جامده يعني مش ملموسه، يعني جامده ما عندها احاسيس اوبجي يعني. قطعه بس مصانع الكلاب. شو المقصد بمصانع الكلاب؟ يعني هو مكان بحطوا فيه كلاب من كل الانواع، بيحطوهم مع بعضهم. يعني بيكون في عندك مثلا شيء 10 جولدن ريتريفر فيميلز أناتا عم نحكي، 10 كذا 10 كذا حسب الطلب بالسوق، وبكون في ذكر وبخلفوا منهم بطريقة متواصلة. أوكي. بلا ما يكون في عندهم أي اكتراث ولا أي اهتمام لحياتهم للكلاب اللي عندهم، اللي هي إذا خلفوا كتير بتأثر على حياتهم. أول شيء طبعا بتأثر على حياتهم. نعم. تاني شيء جوزيف، ما عم نحكي عن محل طبيعي، عم نحكي عن محل الكلب محطوط بقفص تقريبا قد الطاولة هون. يعني عم نحكي الكلب محطوط بمحل، إذا الطاولة هون طاولة كبيرة منيح ولا قد لحظة قد الطاولة من هون لعندك. اوكي. هيدا فيها كلب، هون بكون هون فيها كلب، هون فيها كلب. اوكي. هيدا السبيس كله سوا عم ينحط فيه 3 كلاب. ما بيظهروا منه، بخلفوا منه بطريقة متواصلة. نعم. وهذا عدا انه بيزيد العدد بطريقه انه مين بده يهتم. اكيد العدد الكبير اللي اوقات ممكن واحد يتحمس لانه يهتم ويكب على الطريق يرجع، هيدي كمان شغله زياده عم بتصير. يعني اول شيء عندك عدم اكتراث لحياه الكلاب اللي عندهم، ثاني شيء عندك الكلاب هدول للناس يلي اليوم بتحب تشتري كلب. بفكر على طول واحد بده يجيب كلب تكون نوعه منيح، صحته منيحه. طب ما هيدا الكلب اللي عم بجيبه، الشخص يلي هالقد اخلاقه عاليه حاطط الكلاب بهي الطريقه عنده، عم بخلف هالكلاب بلا ما يكون مكترث انه يتاكد هيدا صحته، صحه امه، صحه بيه، بتسمح له انه يجيبه ولد ولا رح يطلع عنده. بنشوفها كثير اليوم. كمان للناس اللي بجيبوا كلاب خاصه بيجوا من اوروبا الشرقيه هلا كثير دارجه. في ناس بغشوا العالم بقول له انا كلبك جايب لك اياه من يوروب، انه يوروب خي مثل حالها محل بالعالم، في عندك ناس منيح وفي ناس عاطلين. صحيح. بيجي الكلب عنده مشاكل ورك، ببين بعد فتره. أه. عنده مشاكل بأعصابه، عنده مشاكل بجلده، قصص خاصة بعناصر وراثية. وهي إذا عنده مشاكل بالأعصاب هون في خطورة على أهل البيت، وإذا في أطفال كمان حسب نوع الكلب أوقات في مشكل. أكيد يعني بل هي المشكل حتى عن غير عنك، إذا هو عنده مشكل بوركه. نعم. نحن بنقول إنه أوكي الكلب عم يتعذب، بس فكر فيها شوي جوزيف، الكلب إذا اليوم وركه تعبان ومضطر يعمل عمليات ويروحوا الناس يتبهدلوا يدفعوا مصاري، من ميلي تعذبوا معه. إذا الكلب مريض لدرجة إنه خلص مضطرين يقتلوه لأنه ما بقى قادر يتحمل حياته، الأولاد تعلقوا فيه، العائلة تعلقت فيه. صحيح. عم ننسى الحيوان، عم نفكر بس بالعائلة هلا. العائلة عم تتعذب كمان. أكيد. يا ريت فيني فرجيك، لأنه الحكي غير الشوفة. يا ريت فيني فرجيك هلا، رح يقطع فيديو بعد ثانية. نعم. هيدا الفيديو بفرجي هدول الكلاب كيف بيعيشوا إذا بتطلع على القفص اللي هن فيه. هيدا القفص يلي هن فيه هيدا المحل اللي بيربوا فيه الكلاب جوزيف. نعم. لاحظ كيف عايشين بمحل الارض. هذا محل نسبيا منيح، ما فيني حط الصور البشعه لانه ما بيقطعوا على الهواء. ولكن اذا بنطلع على هيدا على الارض في الوسخ تبع الكلاب اللي بدلهم فيه،
هدول الكلاب عم يتعلموا يكونوا ببيتهم عايشين مع الوسخ تبعهم. الكلب بحياته هو كيف تعودوا بيمشي حيوان نظيف ما بيجوا بيته. بس اذا انزرب هاي الطريقه الوحشيه هيدا نحط فيها بصير معود يعمل حاجته بمحل معيش. بروح على البيت ليك اكله والوسخ والجي كله بذات الزاويه. طب هيدا بروح على بيته بكره اصحابه بيشتكوا انه هيدا الكلب ما عم فينا نعلمه يكون نظيف عم بعذب عم ياكل الوسخ تبعه. تعرف بس يعمل هالقد قلق الكلب اوكي بصير ياكل بالاخر الوسخ تبعه لانه بده يحاول ينظف المحل يلي هو قاعد فيه. وهيدا احد الامور اللي بتدلها مع الكلب على فتره طويله بتودله لبعدين مشاكل. فهيدي الصور المقرفه هيدي صوريه الانتاية يلي بتخلف حاله الاهمال اللي بتكون عايشه فيها بس بيستعملوها لانه بدهم يطلعوا منها بابيز تابعون يطلعوا منها مصاري بغية الربح. طيب سوري نحن هالصور عم نشوفهم بلبنان ولا خارج لبنان ولا ما دخل؟ هدول خارج لبنان. اوكي. وفي عنا بلبنان مثلهم واضرب. اوكي. وبرا في حالات شائعه يعني صارت. طبعا القانون عندهم بيقول انه الواحد في يوقفها. شوف الكلب هيدا اللي عم ببين هلا قد ايه خايف عم بقربوا عليه هون عم بخلصوه. اذا بتنتبه عيونه لبرا خايف قد ما معزول نهائيا عن العالم يلي هو معهم. يعني كيف بتعامل الكلب وكيف بتعوده بالبدايات انت رح تحصد النتيجة. يعني يا بده يطلع كلب سليم نفسيا يعني اللي هو كمان في لعب على النفسية الكلاب ليكون موجود بالبيت بطريقة سليمة وليكون كل العالم في يعني كمان في تواصل يكون سليم بين العائلة وبين الكلب اللي بيحبوا يربوا كلاب ببيوتهم. في كتار يعني يمكن بيرفضوا الفكرة ولكن مجرد ما انه نقبل الفكرة مفروض نكون قد المسؤول. يا بدنا نعملها صح يا ما بدنا نعملها. حتى خليني بعد اقول لك شغلة اكثر. الكلب يلي بيجيبوه كمان للمشاهدين اللي عندهم كلب جاي من اوروبا الشرقيه اللي هلا كثير دارجه بلبنان متفشي بطريقه بتخوف. نعم. بقول لك الكلب انا جابوا لي اياه. بعرف احنا باوروبا عندهم قوانين بتمنع الكلب ينبعد عن امه يتسافر قبل عمر معين. نعم. بيجي على لبنان. وكمان للكل يلي عندهم كلب رح يتذكروا الحديث اللي عم اقول لهم اياه هلا. بروح عند الحكيم بياخذوا البابي بروح فيه لعند الحكيم بيفتح الوراق الحكيم بيطلع الكلب عمره مثلا 3 اشهر 4 اشهر على الورقه. اوكي. بيطلع بالكلب عمره شهرين الا بصير في تزعبر بالعمر لانه يتبعد. حتى يشيلوا الكلب عن امه بكير. نعم. حتى يفوتوه على لبنان عم بزعبره. العلاقه كلها مبنيه على الكذب. بس يجي الكلب على لبنان منشال عن امه بهذا العمر. شو أوكي. احد المشاكل اللي بتصير معه اساسيا؟ بصير الكلب لانه منه قاعد كثير مع عائلته مع اخواته لعب معهم. نعم. بصير الكلب بده يعضوض. اوكي. بالتعضوض اذا عندك اولاد بالبيت كثير مزعج لانهم بفكروا الكلب عم بعضهم ياذيهم هو قصده يلعب. نعم. بكون كثير متفاقم حالته عند حدا كلبه منشال عن اهله عن عائلته هو. نعم. صغير. طيب عندي سؤال هلا يمكن البعض ما يحبوا سؤالي بس انا أكيد. انا من الاشخاص اللي بيحبوا الكلاب طبعا بس أيه. انه هل وجود الكلب بالبيت اذا كان اخذ طعومته اللازمه هي طعومته عاده بياخذها كرمال صحته له يعني صح. في بعض الطعومه كرمال ما يصير في عدوى اذا صار في امراض بين صح. مثل الكلب البشر ومثل الكلب ومثل غيره مزبوط. بس هل وجود الكلب بالبيت هو شيء ايجينيك صحي ونظيف يعني بنعرف لبسيني بتنظف حالها بطريقه مستمره صح. مثلا وانظف من الكلب هيدا اللي بنسمعه. الكلب ممكن يعني وقت يقضي حاجته ما في يعني ما بينظف حاله الا ما ينظفه مثل ما ينظفه صاحب البيت يعني بس خبرني بس عن هيدي البارت هي توضيحا مش بس توضيحا للمشاهد. اجمالا سؤال ممتاز حتى نوضح هو اجمالا الحياه لمطلق الحيوانات اجمالا نعم بس يجوا حالهم طبيعتهم هيك بلحوسوا حالهم تنظفوا حالهم. نعم. هلا ان كان لبسينه بتلحوس حالها بعدين بترجع بتجي بتلحوسنا. طيب. وان كان الكلب رح يلحوس حاله بعدين يجي يلحوسنا. هون الانسان في عنده خيار. يا الانسان هو بحب يكون عنده حيوان بالبيت. نعم. والحيوان طبعا في دراسات كثيرة بتفرج انه بتعلي مناعه الاطفال بتحسن. نحن نعيش بمحل مطهر وكثير في ترسوب انه المفروض يكون في مشان المناعه صح. مش غلط ولكن يعني ايجينيك مثل بعضهم برايك انت الكلب والبسيني نفس الشيء. انا برايي نفس الشيء اذا نفس انت طبعا مهتم فيهم لانه نعم. البسيني في يكون عنده كثير مشاكل اذا انت مانك مهتم فيها والكلب كمان. طيب هل انه باللعاب بصير في تطهير من بعد ما لحوسوا حاله ونفوا مناعتهم غير عنا هن اعلى منا بكثير فكل جسمه بيقضي على الاخبار. ما في مستحيل كلب يجي اليوم لانه عايش معه انت يصير عندك نعم. مشكله الا اذا كان كلب انت هامله اصلا. نعم. الا اذا كان عايش بهالطريقه اللي احنا شفناها هلا. من شوي يعني بطريقه همجيه يعني. بدي افرجيك جوزيف في عنا نعم. فيديو هلا رح يمرق كمان لكلب كيف ممكن يتحول اذا انشل من ايدين همجيه. ليك هذا الكلب نعم. صغير
هيدا عند ناس همجيه كانوا خلصوه. نعم. اللي بدي اجرب اقوله للمشاهدين عنا انه اليوم الكلب يلي حالته تعيسه، ليك هيدا الكلب صوفه باي حاله زباله، يعني وسخوا فيها، هيدا بتقلي نظيف البيت؟ اكيد لا. نعم. ولكن بس احنا نشوفه فينا نقول لحالنا انه هيدا الكلب يلا مشوي وما بدنا اياه، بدنا كلب نظيف، ونروح نشجع التجاره الوسخه، وفينا نطلع فيه ونقشع شو فينا نعمل منه. فهيدا الكلب هون عم جربوا يهتموا فيه، خلصوه، نشيل من هدول. طيب سؤال هلا بدي اسال عليه على الماشين اللي عم، هي نفس الماشين اللي بنحلق فيها ولا خصوص للكلاب؟ اقوى لا، طيب اقوى، بس ما ممكن تصلح له جلده لانه جلده كتير بيطلع عن جلده. بده يكون عم يشتغل، طبعا بده يكون عم يشتغل، يكون شخص فهمان شو عم يعمل. ايه؟ يعني هي ما بتجرح الجلد، بس في الواحد اذا كان ما عم يهتم ياذيه. الحمام تبع الكلب بده يكون حدا لطيف ورايق. الكلب هيدا هلا عم يتحول قدامنا من ليك العقد، هيدا عايش بمحل بوسخه، يعني هدول العقد الشعر النازلين فيهم شهور من الجاي. هو الوسخ. حتى قبلين على فكره، ها ناطر كانه مبسوط يعني. اكيد، لانه بتعرف بس يكبتل الشعر بصير يوجعه، والبكتيريا تتجمع تحت الشعر بتعمل، اذا مبين لك عينه كيف عامل احمرار صغير. اوكي، هذا الاحمرار اللي على العين هو من البكتيريا بتتجمع. ولكن بيكفي الواحد يلقط هذا الحيوان ويشتغل عليه، لكن بلش يتحول هلا، عم يتحمم، عم بصير حالته افضل. الحيوان هو منه مجوي. نعم. منه مأذي. الانسان هو اللي بخلي الحيوان يكون صحيح يبين. الانسان اللي منيح كلبه رح يكون لك، يتحول للكلب. نعم. بشيله من الزباله للكلب، وبحوله الى كلب لذيذ حلو مهضوم، لانه هو حب اكثر ويهتم فيه بطريقه افضل لانه صار نظيف كمان. اكيد اكيد قدام الاشخاص. بتعرف في شغله نعم بسمعها عن الكلاب، انه مش ما بيسوى يتحمموا بطريقه كتير يعني ورا بعض ورا بعض، لانه جسمهم بيفرز ماده زيتيه ممكن بالعكس هي اللي بتنظف، وهي اللي ما بتطلع ريحه على جسم الكلب 100%. الكلب مشطه كتير. نعم. تحممه قليل. نحن عم حكينا عنها بفقره سابقه، وقلنا انه الكلب لازم ضروري يتمشط يوميا. نعم. مثل السجاده بالبيت، سجاده كل قد ايه بتغسلها بمي، اوكي، كل قد ايه بتعملها تنظيف بالفاكيوم. صحيح. التمشيط هو مثل الفاكيوم، بخلي الصوف تبع الكلب يضل نظيف. الحمام فينا نحمم اذا واحد مسرسب مره بالشهر. انا كلابي شفتهم مره اجوا معي على السات. نعم. واحد منهم صار له 4 سنين بلا حمام. اوف، ما في ريحه. بس بيتمشطوا يوميا مثل الساعه. بيتمشطوا يوميا، بس انه 4 سنين زيت سيف، انه مش احسن انه عايش معه؟ لا انا عايش معه بالبيت، هلا انا بزيده، بس أوكي. في الواحد يحمم كلبه 4-5 شهور 6 شهور بكل راحه بال. نعم. اذا حممه كل اسبوع بصير في عنده ريحه كلاب بالبيت. اوكي، لانه في هاي الماده اللي بيفرزها الزيت بتروح بصير في يطلع ريحه، يا بصير يزيت لريحه كلب مي. نعم. يا بصير جلده بتنشف بتشقق بتطلع داندر، هي مثل القشره تبعنا. حتى لو عم نستعمل الشامبو الخاص للكلاب اللي هو ما بيأذيه، لو عم نستعمل الشامبو الخاص تبع الناس. نعم. وعم نتحمم، حدا عنده شعر طويل كل يوم شعره بيتعب، بقصف. نعم. فنفس الشيء عند الكلب، اذا حممنا كثير زياده جلده منا معموله تتحمل كل هيدا، خاصه انه الكلب ما بيعرق من جلدته، نحن بس نشوي بنعرق. نعم. جلدتنا بترتب حالها، الكلب بيرتكز جلده اساسا على الافرازات الزيتيه يلي هي نحن بنشيلها بس نحط عليها شامبو. وما بيعرق من جلده، بيعرق من لسانه. من لسانه. بس الكلب يشوي بصير يلها، تنتبه. ايه صحيح. ولا مره بتلاقي كلب الحصان بس يركض بيعرق. نعم. الكلب بس يركض ما بيعرق، لبسان ما بيعرق. اجمالا الحيوانات الاكله اللحوم. نعم. اجمالا ما بتعرق من أوكي. من جلده. اوكي، المفروض نحن ما نعرق من جلدنا، نحن أكلة اللحوم بس. احنا هيدي غير موضوع وضع. بتعرف موضوع مهم، يعني بتمنى انه يكون التفاتة حلوة لكل يلي بيحبوا الكلاب. وطبعا هلا في اشخاص بيقول لك انه في عالم عايشة بطريقة همجية، طبعا، ولكن هيدي روح بالنتيجة، ويجب التعاطي معها بشكل انساني، لانه نحن ناس. نحن ما بدنا نشجع التجارة، فينا نتبنى كلب بلا ما نشجع التجارة. صحيح. ثانك يو لك بشارة، نشوفك الاحد الجاي الله رد بحلقة جديدة. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين، ما تنسوا تتواصلوا معي عبر صفحة فيسبوك عالم الصباح، والانستغرام الخاص فيه جوزيف اندرسكور حويك. حناخد بريك وبعدها بنعود للمتابعة مع بقية فقراتنا، وجون رح ينضم لنا.